فولا الجزائرية تهدد بإنهاء حياتها في بث مباشر، ما كشفته عن معاناتها مؤثر والجمهور قلق جدا. أثارت الفنانة فولا الجزائرية ضجة واسعة بعد أن هددت بإنهاء حياتها في بث مباشر بسبب معاناتها، وشكت الفنانة فولا الجزائرية إبعادها عن الساحة الفنية، مواجهة أصابع الاتهام وراء ما يحصل معها إلى أياد خفية تتعمد وتتقصد إخفاء أرشيفها الغنائي وتغييبها عن الوسط الفني. وكتبت فولا على حسابها عبر إنستغرام: إلى هنا تنتهي قصتي، لن يبقى عندي ما أنشره من أرشيف، ماتت الحركة والحضر والحصار القديم ما زال مستمرا، أياد خفية وقديمة ما زالت محاصرة أعمالي وأرشيفي مدفون من قبل القنوات الوطنية. وأضافت: نضلت حربت كالشرسة، لا إنتاج ولا أعمال ولا من يحس أو ينظر لما أعانيه من ظلم وافتراء، الله أعلم أنني لن أستسلم، لكن سد الطريق كله في وجهي أياما بل أعواما وأنا في دوامة عامة ولا كأنني بنت هذا البلد. كما وجهت فولا رسالة اعتذار إلى جمهورها وقالت: أتأسف من جمهوري الغالي، ولكن لن يبقى لي سوى أنني أنسحب للحفاظ على كرامتي واسم كبير عليهم، والسبب سد جميع أبوابهم لمنعي من أني أشتغل في بلادي. أستودعكم الله بالخير، ولا تسألوا وين راحي وين راحي غايبي، أنا المغيبة قصدا والوصية فضلت في المكاتب. وداع كنزي الغالي. جزائرية أنت، فماذا تريدين؟ الحسن دارك، قديمة الجمال كمعركتك. وفي رسالة ثانية طالبت فولا بتحقيق العدالة لمن وصفتهم بمنفذين أوامر الوصية الجشعة، وكتبت: العدالة لمنفذي أوامر الوصية الجشعة وشركائهم في مؤسسات الدولة، ورد اعتباري وحقوقي المنهوبة مني إذا لم يفتح تحقيق عن ما عانيت من كيد وافتراء وإنهاء مسيرتي وأعمالي المتعوب عليها. أفضل لي أن أموت تحت التراب على أن أعيش ميتة في غابة من الوحوش وانتحاري يكون على الهواء، ربي يغفر لي. هذا وكثيرا ما اشتكت الفنانة فولا الجزائرية من تعرضها لمؤامرة تستهدف تهميشها وإبعادها عن الساحة الفنية، لكنها لم تحدد أطراف تلك المؤامرة بشكل واضح. وسبق أن أدلت بتصريحات تلفزيونية أكدت فيها أن سبب تغيبها عن الوسط الفني يعود إلى بعض تصريحاتها الجريئة، متسائلة عن سبب عدم دعمها من الوسائل الإعلامية أو بث أغانيها. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.